الاعلام اجى الاعلام زيح اهلا الله يعطيك العافيه احسن اعلام انت عم تدير على الجميع ايه على الجزيره عم ندير السلطان يعقوب بالتعاون مع بعض المتطوعين برعاية جمعية السلطان يعقوب مسابقة بالقرآن الكريم للتنافس بين الأطفال. انقسمت المسابقة لفئتين، أول فئة من عمر سنتين لعمر 6 سنوات، وكانت الفائزين عبر هذه الفئة بالتصويت على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. أما الفئة الثانية فكانت من عمر 7 سنوات لعمر 12 سنة، وقد اختار المتخصصون افضل 7 أو 10 فيديوهات من الشباب والصبايا المشاركين. هذه الفيديوهات طلعت لاهل الاختصاص لفضيله الشيخ والاستاذ عمر عباس اللي درسوا وشافوا الفيديو واحد واحد حتى اختاروا افضل الرابحين. فراح نبلش بالفئه الاولى، فاللي بيطلع اسمه او بيطلع اسمه بيجي لعند الاستاذ عمر والشباب الجمعية يستلم جائزته وبيمشي إن شاء الله. يارا الخطيب مالك سعدي ونهى عبدوني حسني عبدو حسني بعد شو توليد شاهين مالك سعدي. تفضل مالك. خذ هديتك مالك سعدي. يلا فوري هون يا شبيه. يلا وين مالك؟ اسمائي حاطين بالتسجيل كل واحد اسم. يا احسن ايه جيبوا الهديه واسم. يوسف هيثم الغرة. يوسف هيثم الغرة قطوع جنبه. يا الخطيب خلص مش موجود دوسي. فردوس الهندي. فردوس مبروك ما شاء الله، الله يحفظك يا رب. دليل العرة. دليل العرة. تدي دليل الله يرضى عليك. يوسف هيثم. يا رب خطيب. بسرعة يا أحمد فيش وقت. ضايع عبدوني. ضايع عبدوني. ما شاء الله ما شاء الله شيء حلو. نوال عبدوني. أمال العرة. حنان العرة. مبروك. جبريل جبريل
محمد ماضي جبريل. محمد ماضي جبريل. مبروك يا جبريل. علي صالح. محمد ماضي. يوسف إبراهيم العرة. علي صالح. أنت علي صالح. عماد الجروح. هلا عماد الجروح. علي العرة. العرة. عمران الأحمد. مش حلينه. ديان صالح. ديان أبو عثمان. نور أبو عرابي. نور أبو عرابي. نور يلا عائشة المولي. وما كاش في زمن عائشة المولي كازين تحطوا الأسماء. هني كلهم مثل بعض. دمار شهيد. شو كن كلنا؟ جانا العرة. نور سميدي. علي عبدوني. عمر سعد. ريم العرة. ريم العرة. آية الصيفي. عبد القادر الصيفي. هذي أوائل. عمر سعدي. حنين المولية. جانا العرة. علي عبدوني. ليلى سعدي. وليد شهيم. توليب شهيم. سيلين الصيف. بس. سيلين عبدوني. لك الصيف. الصيف وعبدوني. والله. فوزي القرى. طيب المسابقة الثانية يلي شرحنا عنها. خذها بصورة. المركب الثاني يلي حاسب بهاي الفئة يلي جابت ثاني أكبر عدد لايكات هو حسني عبدوني. حسني عبدوني. ليلى. مريم صالح اللي حازم المرتبة الأولى واللي كانت أصغر مشتركة بعمر السنتين. وائل كمان خذ ما شاء الله فيك تحسين. تعال خذي بعد معك هي. يا روح مع العين. روح على العين. أما المرتبة الثانية فطرحوا أن تكون قرعة. تفضل سريعا. يلا قرعة شيل. نوحة سعيد عبدوني. خلاص في كنترول. مصيرين في كنترول. مسابقة الثانية جولها. استنوا شوية لأقول نوحة سعيد عبدوني. استنوا. تعال سلام عليكم. تعالوا مرتبة الأولى ليك يا ما شاء الله. عمري سنتين. الله مبروكين. محمد ماضي جروش. مبروكين. محمد ماضي جروش. مبروكين. مبروك. أما أفضل 10 مشتركين. شو بدك فيا خالي؟ كيفك كثير حكي انا وياك. خيي سليم كمان. سليم. الفئة السادسة عبد القادر عمرو الصيفي.
لا بدون تصفيق في المسجد. الفئة الخامسة آية الصيفي، آية عبد القادر الصيفي. كلهم متميزين ما شاء الله، فرق بسيط بين الدرجات. يعني حقيقة فيه تشابه كبير بين الدرجات، والفارق بسيط جدا بين الرابع والخامسة، بين الثالث والرابع كثير فرق بسيط. مش إنه يعني فرق كبير نقول فئة خامسة وفئة رابعة فرق كبير بيناتهم، أبدا ما في فرق. الفئة الرابعة مريم محمد الجروش. شو اسمه؟ كمان بالفئة الرابعة جبريل الصيفي. الفئة الثالثة نور إبراهيم العرة. يوسف عمر سعدي. نهى تعي نهى نهى عبدون يا أحمد. أما بال هونيك بالمرتبة الثانية ريهام بسام الفيد. لا مش هون مش هون. نادية عمر الصيفي. نادية عمر الصيفي وريه إسراء نسيب الجروش. أما اللي حاز على المرتبة الأولى فهو عمر أحمد سليمان. ما شاء الله نحن في الحقيقة لن نطيل عليكم والوقت لا يسمح بذلك. الله يبارك يا رب. ولكن لابد أن نتوجه بالشكر الجزيل لكل هؤلاء المشاركين ومن خلفهم إلى أهلهم، إلى أهلهم الذين رعوهم وسارعوا في تعليمهم وفي تحفيظهم وفي السهر عليهم حتى أنتجوا هذا الإنتاج. طبعا لا يمكن لأي ولد بمفرده أن يقوم بهذا العمل، لذلك أهلهم هم الذين سعوا والذين ربوا والذين حرصوا على أن تكون لهم هذه المشاركة الفاعلة. فنشكرهم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونخص بالذكر طبعا الآنسة ريما سعدي التي حرصت على إتمام هذا المشروع، ويساعدها في ذلك الأخ الأستاذ إبراهيم الجاروش. باسمكم جميعا نتوجه إليهم بالشكر، وإلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ودعمكم الله، جزاكم الله خيرا. مبروك يا ابو ابراهيم. الاول قبل صورة ما شاء الله. يا الله خليني اصور لكم تصويره صغيره لحظه شوي. ما شاء الله. صلي يا عمو مرة فيها بس صلي شوي خلاص. ثم صلاة القيام الساعة 2 للساعة 3 وشوي، ثم السحور بإذن الله سبحانه وتعالى. ينطلق كل المتصحرة مع أسرته. تقبل الله منكم، أحسن الله إليكم، ولا تنسونا والمسلمين من دعائكم هذه الليلة، ونسأل الله القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. إن كان قد أعجبك هذا الفيديو فشارك معنا في القناة. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.